معي عبر الأقمار الصناعية محمد الحوراني، مراسل أخبار الآن في درعا. مساء الخير، أهلا بك معنا محمد. ماذا نعرف كمعلومات من عندك من الداخل عن هذه القوات؟ الكلمة لك. نعم يسو، مساء الخير. وردت هناك أنباء عن قدوم قوات روسية إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام اساسا في ريف درعا الشمالي، ولا سيما مدينه الصنمين ومنطقه موثبين، ولكن لم تؤكد لنا المعارضه عن وصول هذه القوات فعليا، ولكن تناول نشطاء سابقا عن عمليه تفجير في منطقه عين عفا كانت تستهدف سياره لعناصر روسيين وقوات النظام، وهناك ايضا مصادر مواليه قد اكدت ذلك. فعليا الهدنه وقرار وقف اطلاق النار ميسون ما زال حيز التنفيذ في المنطقه الجنوبيه، يدخل اسبوعه الثاني، وبالاضافه الى ان هناك قيادات في الجبهه الجنوبيه حاليا هي موجوده في الاردن في العاصمه عمان لمناقشه بنود اتفاق وقف اطلاق النار، وهناك بنود قد اتفقت عليها المعارضه، اهمها ان تكون القوات النظاميه والميليشيات الايرانيه بعمق 43 كيلومتر من الحدود الاردنيه وايضا من جهه القنيطره، وايضا هناك ضمانات ايضا لان تلتزم قوات النظام بعدم استخدام تعزيزات ايرانيه جديده الى الجنوب. حول هذا الموضوع معي هنا ابو اكرم الحوراني القيادي العسكري في الفرقه 46 في الجبهه الجنوبيه. بدايه ارحب بك ابو اكرم، لو تطلعنا اكثر عن حيثيات اتفاق وقف اطلاق النار وما هي الرؤيه الذي تنظرون اليها من جهه هذا الاتفاق. حياك الله اخي محمد وقناتكم الكريمه، مساء الخير للجميع. بالنسبه للهدنه الحاليه في الجبهة الجنوبية تدخل الأسبوع الثاني، ولكن هناك بعض المنغصات. نحن أولا مع أي حل سياسي يقف شلال الدم الحاصل في سوريا. ثانيا بالنسبة للهدنة تشمل مناطق على حساب مناطق، هناك منطقة الغوطة الشرقية وريف حمص الشرقي مزعوم أنهم لم تدخل ضمن الهدنة. هذا الشيء المنطقة الجنوبية رافضة رفضا تام هذا الشيء. الجبهة الجنوبية جزء لا يتجزأ من سوريا، ولن نساوم على أي منطقة في سوريا، إما هدنة عامة بصيغة معينة مع المعارضة، وإما لن يكون هناك هدنة في المنطقة الجنوبية. طيب، هناك اتفاق في عمان حول شمولية الغوطة الشرقية وريف حمص الشرقي إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما طلبته المعارضة في الجبهة الجنوبية. ماذا تقول في ذلك؟ قيادات الجبهة الجنوبية الآن متواجدين في عمان، هناك أكثر من جلسة مع الجانب الأردني والدول الداعمة حول هذا الموضوع. إلى الآن لم ترد يعني الأخبار أنه هناك الغوطة الشرقية وريف حمص الشرقي دخلت ضمن الهدنة. رافضين رفضا قاطعا هذا الأمر، إما هدنة لجميع المناطق في سوريا وإما لن يكون هدنة في الجنوب. الجبهة الجنوبية تفاوض بقوة وتطرح اسمها بقوة، لن يكون هناك منطقة خارج الهدنة، وإن كان هناك منطقة خارج الهدنة فلن يكون هدنة في المنطقة الجنوبية نهائيا. طيب أبو عمر، أبو أكرم، كثرت الأقاويل مؤخرا عن أن رغبة النظام بالوصول إلى معبر نصيب الحدودي وأن يكون شامل أيضا للاتفاق، ما هو الموضوع بالنسبة للمعبر الحدودي مع الأردن من جهة نصيب؟ نعم سمعنا ذلك أيضا، كلها إشاعات، ولكن نحن مع أن يفتح معبر نصيب ضمن شروط ومعايير تحددها المعارضة التي هي مسيطرة الآن على هذه المنطقة. النظام نظام الأسد قولا واحدا لا يفتح المعبر ضمن معايير وشروط للمعارضة، أن تستلم المعارضة زمام الأمور، ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر. شكرا أبو أكرم، أعود إليك ميسون. حقيقة الأمر هنا ما تزال الاجتماعات حتى ما بين فصائل المعارضة في الجبهة الجنوبية وفي العاصمة عمان حول بنود الاتفاق، ولكن هناك التزام واضح من كافة الأطراف بقرار وقف إطلاق النار، وهناك رغبة لدى الجميع بتثبيت هذا القرار للحصول على مكاسب جديدة. ولكن بالنسبة للقوات الروسية التي وصلت إلى الجبهة الجنوبية لا توجد هناك مصادر حتى هذه اللحظة تؤكد وصولهم، ولكن كما ذكرت لك ميسون أن إن وصلوا فهم أيضا في مناطق سيطرة النظام. شكرا لك على كل هذه المعلومات محمد الحوراني، مراسل أخبار الآن من درعا، كنت معنا بالأقمار الصناعية. شكرا لضيفك الكريم أبو أكرم الحوراني القيادي العسكري بالفرقة 46 بالجبهة الجنوبية.